صفتك مؤرخ رياضي مهتم بهذا الشأن، وهذا يعني تخصصك اللي من فترة طويلة، أنت كيف تنظر لهذا الموضوع؟ كيف تعامل الرأي العام مع هذه القضية الكبيرة في الوسط الرياضي؟ أخذ أولا إصدار البيانات من أندية النصر والأهلي والاتحاد والاتفاق والشباب. لما تصدر بياناتها بعدم الاعتراف بنتائج هذه اللجنة، فهذا مؤشر على أن عدم رضا معظم الأندية السعودية. نعم. طبعا بقية الأندية ما لها البطولات اللي تستحق أن تدافع عنها. نعم. أنا حتى مع تحفظي على بيان الشباب، الشباب يعني ما أعتقد أنه عنده بطولات مفقودة، لأن الشباب ما بدأ في أول بطولة لا على فعل 408. يعني الرقم اللي أعلن صحيح. هذا المشاكل الاتحاد والنصر والأهلي كلها كانت في بطولاتهم المسلوبة اللي كانت في الثمانينات الهجرية وفي أوائل التسعينات الهجرية، اللي هي بطولات المناطق وبطولات المناطق. ليش تهدر؟ ليش ثانيا ليش تقسم البطولات على A و B و C؟ يعرف الاتحاد الدولي ما في إلا بطولات فئتين، بطولة رسمية بطولة ودية فقط. التقسيم هذا ما حصل إلا عندنا فقط هنا A و B و C. نأتي إلى بيانين اللي كان جو في العنوان اليوم، الأهلي والنصر. الأهلي والنصر اختلفت طبعا لغة البيانين في الناديين. النصر يطالب بأن بطولاته أكثر من 23 التي حددتها اللجنة. نعم. والأهلي يطالب أن الأمر هذا لم يصدر من اتحاد كرة القدم، ويجب أن تكون التشكيل اللجنة من الاتحاد بشكل رسمي. أيوة. ولا ما نعترف فيها ولا تكون من الهيئة. نعم. هذا بيان الأهلي وهذا تقريبا مضمونه. نعم. لو نربطها بيان الاتحاد أبو صالح، أيضا بيان الاتحاد بحسب متابعتي أنه هو البيان اللي حاز على رضا كل الاتحادية، يعني كان مقنع بنسبة عالية للرأي العام الاتحادي. هو ما تضرر البيان الاتحاد فقط، بس جميع الأندية كلها تضررت. الاتحاد يمكن على كلام الأستاذ عادل. أيوة. لما يطالب ببقية الألعاب المختلفة، أعتقد أنك أستاذ عادل راح تكون خسران. قل ليش؟ معنا أبو لما يا شباب، معنا أستاذ عادل عصام الدين. أي أنا سامع. نعم تفضل. أبو لما، لما تطالب أنت يا أستاذ عادل ببقية الألعاب اللي ألعاب كرة الماء وما شابه. نعم. في إحصائية الجزيرة في السنوات العشر الأخيرة، الهلال تفوق بالألعاب الجماعية الأخرى اللي هي الجودو والتايكوندو والسكواش. هذه حصل فيها على 400 بطولة سنوية. يعني الاتحاد ما راح يكون منافس للهلال إذا حسبت هذه الألعاب الفردية. أنا أقوله وفق دليل للهلال يتفوق سنويا بالألعاب الفردية هذه. نعم. وخصوصا الجودو والسكواش والتايكوندو. بس أبو لما يقول ليش ما حسبوا أيضا كرة الماء؟ كرة الماء يقول الاتحاد. أبو لما يقول أن الاتحاد راح يتفوق. ولما يقول أن الاتحاد راح يتفوق. نعم. إذا حسبت التوثيق بجميع البطولات بصفة عامة. بشكل إجمالي. بشكل إجمالي. نعم. أنا أقول في هالنقطة هذه ماني معك. نعود إلى بيان النصر. تفضل. بيان النصر لما يطالب ب 23 بطولة وهم جدول أحقيته ب 42 بطولة. بقية البطولات كيف تسقط؟ بطولات اللي أنا ما عندي في ذكرها في الوقت في المنطقة الوسطى إلا هذه البطولات المتاحة، وأنا اللي أفوز بها. وأفوز بها نتيجة إيش؟ نتيجة جهد ومعسكرات ومباريات ودعم وجمهور. قتلت وسلبت هذه البطولات سواء للنصر بشكل أكبر على مستوى المملكة أو بالنسبة للأهلي، اللي يمكن الأستاذ عادل عارف شيء هذا، أن أكثر فريق المنطقة الغربية فاز ببطولة الدوري العام هناك، والقادسية والاتفاق تناوبوا في المنطقة الشرقية. هذه البطولات سحبت من الفرق هذه، لذلك ترى أن الاتفاق من ضمن اللي طالب ببيان أنه يكون لابد حصل لبطولات الذي. نعم. أول البطولات اللي كانت عام 1986 هجري، الوحدة في المنطقة الغربية، النصر في المنطقة الوسطى، الاتفاق في المنطقة الشرقية. هذه بطولات الدوري العام. هذه البطولات اللي كانت متاحة لي في ذاك الوقت. إذا نترك جانب النصر وحقيته ببطولته، نجي إلى بيان الأهلي. نعم. بيان الأهلي طالب وبحق مشروع له أن تكون اللجنة منبثقة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأن هذا من اختصاص الاتحاد.
ولذلك رفض النتائج. وعشان كده ان رفضت النتائج. طب ليش كل هالضجه الكبيره على النتائج ابو صالح؟ فقط لانها يعني شوف حتى الهلال ارقام غير مقنعه، حتى الهلال المستفيد اللي عارف ان لجنه توثيق البطولات ما خلت ولا مؤرخ رياضي ما تواصلت معه، حتى الهلال اللي تعاون معها واللي رفض عاد شيء رجع له، بس انا اتكلم انه يعني يعني هي قدمت اللي عليها، ليش هذا اللغط والهجوم والحمله الكبيره على لجنه توثيق البطولات؟ ليش؟ حتى الهلال المستفيد الاكبر اصدر بيان وطالب ببقيه بطولات له انها تكون يرى انها مستحقه له ولم تسجل ضمن القائمه اسوة ببقيه الفرق ذي اللي هي بطولات مناطق، رغم اني متاكد تماما ان الهلال ما له بطولات مناطق في ذاك الوقت ابدا الا اذا استثنينا بطوله المنطقه الوسطى على مستوى كاس الملك عام 1388 فقط بس، لكن بطولات المنطقه الوسطى هذه ما 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 له بطولات، رغم انها مجدوله عدد 8 بطولات النصف والمنطقه الوسطى. انا ودي اني اعرف هذه وش يدل. طيب خلنا في كرة القدم أبو صالح. هي كرة القدم لا. الحين إحنا نتكلم عن تحديدا النصر، خاصة أنك يعني قريب أنت. نعم. أنت سبق أنك تكلمت معي هنا في نفس الحلقة قلت لنا عدد بطولات النصر إجمالا. إيه. في كرة القدم. 42. 42. نعم. طيب 42 هذه بالنسبة لكم كلها معتمدة بشكل رسمي؟ لا لا شوف. البطولات الرسمية ولا تشمل حتى البطولات غير الرسمية؟ لا الرسمية والودية. طيب أجل كيف تبيع تعرفون فيها لجنة توثيق البطولات؟ والودية الدولية. أنا أقول طالما أنه قسمها فئات أنها تصير بشكل إجمالي، لما تقسمها A و B و C خلاص خلى بشكل إجمالي عدد البطولات هذه. لما تستبعد بطولات زي بطولة دورة الصداقة الدولية أو بطولة دورة التركي بالناصر رغم أنه ما بينهم فرق أبدا ومشاركة فرق دولية وتستبعدها هذه من قائمة الفرق اللي فازت فيها، نعم فهذا إجحاف في حقها.